أنا اسمي بيير يوسف يوسف، فت على الـ LBC بالـ 85. من الـ 85 لليوم 32 سنة، 32 سنة أنا بصور حروب. أنا بيجي لهون تقعد على هيدا المحل لأتصيد سمك، لأني حس كل شيء ببقى حامله بهيدا النهار، كل شيء حامله بهيدا الشغل على كتافي راح مني، صرت مثل عين ريلاكس. أنا ما كنت مقرر ولا يوم كون مصور حرب. في 6 شباط صار في انتفاضة على الجيش وقويت الحرب وصارت تتوسع وأخذت وقت، وصرت بدي فتش على شغل تاني. حدا بيقول لي انه في تلفزيون بده يفتح اسمه الـ LBC، وهيك بلشت. أول حرب غطيتها هي اللي كانت تصير القصف بين المناطق اللي كنت أنا عايش فيها اللي هي تعتبر شرقية، إن كان من والمناطق الأخرى اللي كانت تعتبر غربية. هذا القصف المتبادل كان يصير بين الاثنين. كنت أنا عندي حشرية إني أجرب آخذ القذايف هي وعم تنزل. كتير أيام يا أما أحط الكاميرا دايرة على كتفي وعم بسوق على الأوتوستراد وفاتح لتصور الطريق، ما كان في مثل اليوم كاميرات تحطها على السيارة، يا إما حطها على إجري جاهزة الكاميرات إذا أول ما أعرف في شيء دغري بلش صور اللي رايح أعمله، إن كان بالديبار بالمدفعية أو الرجمات، وإن كان بس تنزل تنفجر. يعني كنت اللحظة اللي حس فيها أني عملت العمل طبعوني وقت اللي تنزل القذيفة وتنفجر كون أنا مصورة، مش أصورها بعد ما تنفجر. نحن موجودين بمنطقة كان يصير فيها منها قصف على منطقة تانية، وهي كانت تطلقها قصف بنفس الوقت. طبيعي كان عندنا كمصورين أخبار وبفترة الحرب إنه بدنا نعاني من صعوبة، بدنا نعاني من 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 خطورة إذا بدك، يعني بمشتغلنا تحت القصف، يعني ما بتعرف أنت القذيفة من وين عم تطلع، ما بتعرف وين بدها تنزل. يعني مجرد ما أنا عم بقطع من منطقة لمنطقة، من جبل لجبل، من ضيعة لضيعة بهيدي الوديان اللي عم تشوفها مقابلها، وهيدي كلها عم تتعرض للقصف، يمكن بتسائب انت وعم تقطع تيجي عليك القذيفة، ما فيك تعرف. يعني هيدي صارت لعبة شانس إذا بدك، ومخاطرة بشكل مش طبيعي. أول يوم بحرب الإلغاء بينطلب مني أنا أنزل على بيروت حتى إذا بلشت الحرب كون موجود أنا هوني. بنطلق من الـ LBC بنوصل على بيروت. دايماً بس يكون في مهمات في خطورة عليا بحط كاميرتين معي، الكاميرا الأساسية بحط واحدة صغيرة بما أنه هيدي كانت متوفرة بهديك الأيام حطيتها معي. المحل كنا قاصدينه بيتعرض لقصف. صور يعني أنا عندي حشرية أن يأخذ هذه الصورة عنه وأنا رايح صور بالآخر، بحطها على كتفي وبطلع على البلكون، وإذ بتنزل القذيفة قدامي دغري. كان حظي حلو أنه الكاميرا على كتفي والشازية ما أجت بوجهي، الشازايا
اجوا بالحيط اللي انا مخبى حد وعم صور، وعملوا هيدا الكروشيه لهون، فاتت بهيدا الكاسات يلي كان هون الكاسات، انقطش الكاسات وراح للكاب. بس هيدي الكاميرا هي لها فضل كتير كبير علي، حميتني لإلي. الإصابة الثانية بانفجار صوت المحبة. بعد الانفجار عملت كل الشغل اللي لازم أعمله كتصوير من برة الانفجار، أحوال الانفجار من هون ومن هون. بضل بدي اطلع اخذ لقطات من فوق، وبهيدا الوقت كان في بعد ناس تحت الردم بالاذاعه لانه انهد نص الاذاعه وقتها. بطلع على الدرج، وانا كنت عم بصور بهيدا المحل، بفوت بالممشى بالكوريدور تبع الاذاعه، بوصل لمحل اخر الشقفه يلي بعدها واقفه، تأكشف المنطقة اللي منهارة كليا واللي فيها ردم، والمحل اللي عم بيصير عملية الإسعاف ويكشفوا على المطمورين تحت الردم. بس وقفت عليه أشط فيه. انت ونازل بهيدي المحل وعم بينزل عليك حجار، بتحس انه آخر لحظة من حياتك، يعني صار بينك وبين الموت في نتفة صغيرة، يعني هالنتفة صرت شايف هيدي المسافة بيني وبين الموت، يعني هلا الحجر اللي عم ينزل هو بده ينهيني. هيك بتصير تفكر، ما بتقدر تفكر بشي تاني. رحت بعدة دول، رحت على الكويت، رحت على العراق، رحت على افغانستان وعلى باكستان ولبنان. الحرب مثل بعضها، يمكن هون بتحس حالك بتتفاعل اكثر بلبنان لانه انت ابن البلد، بتعرف طبيعه بلدك اكثر، بتعرف وين بدك تروح وين بدك تجي. يمكن الله قلت لك نعم علي انه اعطيني نعمه النسيان، بنسى كثير، ما بحمل كثير اشياء براسي من اللي ببقى معي بشوفه بالمشاهد، ما بحملهم ابدا. كنت دائما اخذ صور لالي. وقتها بهذيك الايام ما كان في تليفونات وسيلولار يصور. كان عندي كاميرا، اشتريت كاميرا بوقتها وصرت اخذها معي دائما بالمهمات الكبيره، مثل ما كنت اخذ كاميرا فيديو حط كاميرا فوتو على طول معي لهيك اشياء. مجرد ما تشوف الصوره اللي بعدني بتذكر وين موقعها، بتتذكر كل الحادثه، بتتذكر كل الموقع. اكيد اكيد الصوره بتردك لنفس النهار، وبتتذكر نفس المكان اللي كنت فيه، بتتذكر نفس المشاهد، بتعيشك الحاله. هيدي قدام اوتوستراد الشلوح قدام جاليري خباز، هون نازلة قذيفة والتقينا هون خط تماس بين بحرب الإلغاء بين اثنين. هيدي على معبر من المعابر، خليني اشوف وين معبر المرفأ سنة التسعين. اوكي هيك كانت مدمرة بيروت. أكثر صورة بحسها إنه بتأثر في شخصياً هيدي، لأنه وقتها كانت هزين المعركة والنار والعة بخزانات الفيول يلي بيجي على الدورة، وكان في قسم من الخزانات مش والع بعد، كانوا عم بيكبوا عليهم ماي ليبردون، ونحن كنا هونيك وبدنا ننقل الصورة حية. وقفنا واخذنا هيدا الموقع لنقدر اكثر محل فينا نقدر نكشف كان هيدا الموقع. انا كمصور عم بروح لصور حرب، بدي اقوم بواجباتي على اكمل وجه، واذا بدي انجح بحياتي كمصور اخبار حرب ولا غير حرب، إذا رجعت
من المعركة وما عندي المشهد الحقيقي اللي عم بيصير هونيك بكون أنا ما نجحت. ترددت مرة وحدة واندمت لأني ما رحت. آخر حرب صارت بالعراق وقت كانوا الأمريكان بعدهم بالعراق قبل ما ينسحبوا بينطلب مني أني روح على العراق. وعندي ثلاث بنات أنا، كانت بنتي صغيرة عمرها بوقتها شيء 10 سنين أو 9 سنين. وقتها ما أخذت قرار من عندي مثل السابق، قلت بدي أسأل عائلتي يعني مرتي وبناتي. بنتي صغيرة بتبلش بالبكي، ببكي بطريقة لهلأ بس تذكرها بتبكيني إنه لا توصف، إنه يعني كسرت لي كل قوتي، كسرت لي قلبي، يعني ضعفتني ضعفتني. تلفين برد خبر إنه أنا بعتذر مش رايح. فيني يكون مصور بس بدي يكون عندي جرأة وعندي قلب قوي وعندي اندفاع بروح بصور حرب. بدي يكون عندي شغلة تانية إنه أنا أكون بلا مخ. التصوير شغلي بدمي، هي يعني الكاميرا بس كون حامل الكاميرا بحسها قطعة مني، ما بحسها قطعة جبتها وحطيتها علي، بحسها قطعة مني، بحس حالي أنا والكاميرا متكاملين مع بعض. أتمنى أنه كفي مسيرة حياتي لسن التقاعد وعندي حلم واحد هو أنه أنا إذا يوما ما بدي موت موت أنا وحامل الكاميرا وعم صور. هيدي المؤسسة هون هي بيتي، هي كل شيء بالنسبة لي. أكيد وقت تبلش بأول حياتك المهنية مش متل وقت تكون قاطع 30 32 سنة، طبعا صار تشوف الأشياء أسرع. لما برجع بشوف النتيجة اللي صورتها أو الأشياء اللي صورتها من زمان لليوم برجع بعيش كأني هونيك اليوم. في خبرة، صار في خبرة موجودة ما بقدر ترجمها غير وأكون عم بشتغل. هذا سنترال العدلية، هذا القصف على منطقة فرن الشباك. تقدر اخذ هيك صورة كنت مضطر اطلع على مواقع عالية على بنايات فوق 20 طابق، ما كنت تقدر تحمل تريبيه كل الاوقات تحملها معك، مشان هيك معظم تصويرنا على كتفنا بهذيك الايام. وقت تكون كاميرا على الكتف بتكون انت متحكم فيها، كيف ما تحركت بتحركها، يعني شفت بعينك مشهد دغري بتروح عليه، على التريبيه بتصير ابطا شوي. هيدي بقلب بيروت، محيط ساحه الشهداء. هذه الألغام ضد الآليات، وهون المواطنين بدهم يقطعوا من محل لمحل، مجبورين يمرقوا بهيدي المنطقة. ليك هون في بقايا أزايف نازلة، هون أزايف هون وهون. هيدا هكذا الزلمة راجع على البيت معه خبز، حامل كيسان خبز راجع على البيت لعند عائلته. شوف، لأنه هيدي حالة إنسانية لحقته، هي بتحس فيها أنت بلحظتها. عم صور بالحزمية،
خلصت موضوع اللي عم صوره ونازل جاي مبدئيا على ال بي سي على قد ما بشوف الدخان بيطلع ورا الاشرفيه. رايح باتجاه الدخان. يعني بحس بلحظه ضياع مش طبيعيه بس تفوت بهيك موقع. بدك وقت، انا ضليت وقت لاستوعبت، يعني بس عرفت انه رئيس حريري وهيك صرت عارف حالي شو بدي صور. بتصير بتصور بطريقه مش مثل ما هلا، هلا هيك مثل ما انه يلا بدي صور، بدي اجيب شيء. ليك النار، ليك محيطك كله عم بيولع. يمكن بالنسبة للناس ياخذوا فكرة عني انه انا واحد بلا قلب او ما عندي احساس وشعور بستفيد من مقاسي العالم لاعمل شغلي، بس لا، ما هيدا الواقع عم بيصير قدامي. اللي بعتبره مع الوقت صرت فكر وشوف انه يمكن هيدي العدسة اللي عم بتطلع فيها بعيونك عملت لك حدود، عملت لك حاجز بينك وبين اللي عم بتصوره، ما بتتفاعل معه. ما بحس حالي بتفاعل، اذا وبالعكس اذا كانت معي الكاميرا وبصور الجريمه او المشهد او الانفجار او القتيل بالارض بصوره وبدي صور اكثر لجيب اكثر. بجبل محسن بدنا نعمل مقابله وخلصنا. نحن وفلين من عنده اخذت قرار انه نصور واتفقنا انه بنصور هيدي الطريق نحن ونازلين عليها لو ما في حدا غيرنا عم يقطع عليها. بفتح الكاميرا ليك هيدي الطريق جبل محسن ما في عالم. هون بدوبل علينا بعتقد سيارة شي جيب. انتبه ايش الازاز؟ انصابت السيارة بس الله بيحبنا انه باخر السياره اجت رصاصه. ولا مره بفكر انه اذا بدي روح صور انه انا هلا ما رح ارجع، ولا مره ابدا. ما تفكر، اتكل على الله، اعمل شغلك وخلص. ايه هودي الجيش، هودي هي بمنطقة شرق صيدا، كانوا عم بيعملوا انتشار وقتها وعم بيستلموا المنطقة وطلع عليهم اطلاق نار. دغري فاتوا بالبستان وعملوا هيدا الانتشار وانا ثاقبت موجود معه. لبرا شوف عم بيتعرضوا لقواص الجيش ما عم بيخلوني اقرب. هيدي من النوادر لتحصل، ولحظة انه كل مصور بيقول انا يا ريت كنت موجود، وقت بيكون موجود اكيد الا ما ينفذ، لانه هو عسكري عم تقدم قدامك تمشي وراهم. مثل ما قلت لك انه المصور هو عسكري بكاميرا، هون العسكري معه رشاش. وانت عسكري معك كاميرا بتفوت معه، اثنين عسكريين ماشيين، واحد عم بيصور وواحد عم بيقوص. صواب الاخبار من رئيس تحرير للمصور بالاخبار بدهم يتعاونوا مع بعضهم لانجاح نشره الاخبار مع شيء، وهذا شغل يومي، مشان هيك جونا بالاخبار جو عائلي. والله انا بعني بتذكر، يا ريت بعد بلاقي الصور كيف كنا نكتب الاخبار ورا كياس الرمل. حس هيك بنشوة انه والله القذيفة عم تضرب بكيس الرمل ما عم توصل علينا ونحن عم نكتب. كنت جايب اغراض كثير ومعك شنطة، حتى تشيك شنطة تستعمل وياك تشتري الشنطة بتذكر؟ بيير كان من الناس المندفعين،
يعني نقول له عن للشباب انه في موضوع بالمحل الفلاني، تشوف بيير هو اول واحد يقوم بده يروح يصور. يعني بتعرف انه في عندك في مواضيع اللي كانت تستجد اللي هي منا مواضيع سياسيه، اللي هي مواضيع عسكريه، عم بتصور قصف، عم بتصور ما بعرف شو. كان بيير من الاشخاص اللي هن اول ناس يقوموا يرقدوا، يعني ما يحسوا بحساب، ومش مثل اليوم انه مأمنين لي بشو بدي روح، بدي سياره ما تتاثر بالازيف، بدي طاسي، بدي باربال، كله مش ما كان موجود. يعني كانوا يرقدوا الشباب يلا، المهم يجيب المادي، المهم يجيب التصوير. يعني انا اذا بدي اجي اقول 30 سنه، 32 سنه اللي صار اليوم بالال بي سي وبيير كمان، يمكن بهول 32 سنه في الثلثين منهم مقضينهم بالال بي سي والثلث ببيوتنا. يعني انت بس ما بعرف غريب كيف انت قدرت زمطت وتجوزت بكير؟ يعني انت الوحيد اللي طلقتنا كلنا، سبقت كل الناس، غفلتنا، انت الوحيد اللي تجوزت وقت الحرب، غيرك ما حدا زمط. لأنه هيدي مهنتي ومهنتي فيها رسالة، ورسالتي أنه نقل الحقيقة للمشاهدين، ما فيني أعمل رسالتي ناقصة، بدي أروح فيها للآخر، بدي أروح فيها للآخر، يعني بدي أوصل للآخر. مجبور أنا أجيب الواقع والحقيقة لوصلها للناس ليأخذوا عبر من بعدين أنه نحن اللي عم نعمله شو هو، عم بحكي عن الحرب. إذا أنا رايح لصور معركة مش كل العالم عايشين هونيك، أنا واجباتي أن أقول لهم إياها اللي عندهم ليشوفوها شو عم بيصير بالمعركة. هيدا بعتبر رسالتي، أكيد رسالتي للمجتمع الباقي، للناس اللي بدها تيجي بعدين تشوف هيدا التاريخ، كيف نحن عملنا بحالنا، كيف نحن دمرنا بلدنا. لورا لورا